اليوم جبتكم بمكان خيم سبحان الله مثل الجنة. طبعا بالليل اكيد زختها علينا، وبسبب المطر ما كنت اقدر اشوي فاضطريت اكل اندوم. الاجواء كانت تجنن بالليل، وراح تستمتعون كلش باصوات المطر. صار الصبح والاجواء كانت رهيبة، تخيلوا تشربوا لكم قهوة بهذا المنظر. أصدقائي هذا الفيديو من أجمل الفيديوهات اللي سويتها بحياتي. تخيلوا هنا كانت تمطر وبنفس الوقت اكو شمس. الآن نبدأ رحلتنا، ولا تنسونا بالاشتراك وانطوني رأيكم بالتعليقات. وصلت لهذه المنطقة اللي اسمها همسي كوي، وحاليا لازم انصب الخيمة لانه هسه دا تنث وممكن بعد شوية تمطر مطر قوي. المفروض الاكل يكون دجاجة على الفحم، بس لانه الاجواء رطبة فما قدرت احصل حطب، وما جايب وياي غير الاندومي. Thank you.
الآن إجا وقت الشاي العراقي. يا جماعة والله شعور لا يوصف، المطر وصوت الرعد وانتو داخل الخيمة، يعني صدق شعور لا يوصف. أتمنى كل شخص يجرب هذه التجربة.
السيارة طبعا بالقوة طلعت من الطين بسبب المطر، بس الحمد لله مشت على خير. حياكم الله ومع السلامة.